سعد الله صباحكم أخواتي إخواني. في الطقس ده هذا النهار إن شاء الله الحال غادي يكون مقلب ومغيم شوية في عامة النواحي في الأحياء ديالنا. الريح غادي يصوت غربي شمالي في عامة المناطق، والقوة ديالو غادي تكون مجهدة شوية في السهول الغربية في تافيلات في السوس وبالخصوص السواحل الصحراوية. الرطوبة في الجو متوسطة ما بين 50-75% في النواحي الساحلية، وهابطة ما بين 15-45% في المناطق الأخرى. الحرارة وسط النهار تمام بحال ديال البارح، 22 درجة في واد الذهب، 23 درجة في اللوكوس، 24 درجة في ناحية عبدة، 26 درجة في الريف والأطلس المتوسط، 27 درجة في الشاوية المنطقة الشرقية والساقية الحمراء، 28 درجة في ناحية الدكالة، 29 درجة في سايس وناحية سوس، 31 درجة في الغرب وناحية الحوز، 32 درجة في ناحية تادلة، 35 درجة في ناحية الضرعة، و 36 درجة في ناحية التافيلات. إذن الحال مغيم شوية في كافة النواحي في الأحياء ديالنا. الريح غربي وشمالي لكن بقوة مجهدة شوية في السهول الغربية وبعض المناطق الجنوبية والشرقية. الرطوبة متوسطة ولا هابطة، والحرارة غادي تبقى طالعة وسط النهار بالخصوص في النواحي الشرقية. وهذا الطقس يمكن يشجع الانتشار والتكاثر ديال مرض الشهيبة وبوبيات في زراعة البحيرة، بالخصوص زراعة الدلاح والبطيخ اللي يمكن يتأثروا بزاف منه. وهذا علاش خاص السقا يكون منتظم ومع مراقبة متواصلة ديال الورق ما يبانوش فيه الطرقات الصفر ديال المرض مع صوف بيض في الوجه التحتاني ديال الورقة. وإن شاء الله بالتوفيق ومشاركة قيمة وبالفايدة في الملتقى الدولي للفلاحة ديال المكناس.